جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر أهداف تتحقق بصورة قوية مع الجانب الألماني، حيث أعلنت شركة سيمنز الألمانية عن افتتاح مركزا للتدريب وبناء القدرات في يوليو القادم في العين السخنة لتدريب 5500 فرد على مدار السنوات الأربع القادمة، كما أنها تستعد للتصنيع المحلي لجرارات السكك الحديدية. ورئيس الوزراء يطلب تقليص الفترة اللازمة للتصنيع لحاجة مصر السريعة لها. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع مسؤولي الشركة ببرلين لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين. النهاردة أيضا تم اجتماع برئاسة دولة الرئيس وأصحاب المعالي السبعة وزراء وبعض من رجال الأعمال مع مجتمع الأعمال الألماني ومع الغرفة العربية الألمانية. ويمكن خلال الاجتماع يعني عشان ما نطولش في الكلام، الكل اتفق إن مصر هي أرض الأحلام للبزنس في المرحلة القادمة. تطرق رئيس الوزراء خلال رئاسته لاجتماع المائدة المستديرة بين كبار رجال الأعمال المصريين والألمان وبحضور ممثلي كبار الشركات الألمانية إلى حجم الإنجازات التي تحققت في مصر في قطاع الطاقة والاقتصاد وإشادة البنك الدولي بها. كما أكد رجال الأعمال المصريين حرص الجانب الألماني على الاستثمارات في مصر. الزيارة دي طبعا بتؤكد ان نظرة الألمان بالأخص ونظرة العالم الخارجي كله على العموم لمصر اتغيرت، وده حصل بتغير المناخ الاقتصادي في مصر، لان احنا عارفين دلوقتي ان القوانين والادوات اللي موجوده في مصر النهارده بتساعد على جذب الاستثمارات الاجنبيه عامه كلها. في الفتره الحاليه طبعا تمام في دعم كبير من سياده الرئيس تمام لدعم الاستثمار في مصر بناء من الاتحاد الاوروبي وخاصه المانيا، تمام في تعاون مشترك كبير جدا من رجال الاعمال الالمان والمصريين بما يخص الاستثمار وخاصة تمام فيما يخص قناة السويس، محور قناة السويس تمام والعالمين والعاصمة الإدارية والمنطقة الضبعة. ومن جانبه أكد رئيس الغرفة التجارية الألمانية العربية في ألمانيا أن مصر أصبحت مناخا واعدا للاستثمار بها بعد أن تحقق الاستقرار بها من قبل القيادة السياسية. مصر أصبحت دولة مستقرة وثابتة، والمستثمر الألماني يبحث دائما عن الاستقرار ليشعر بالأمن، وهذا توفر له في مصر وأصبحت بابا جيدا للاستثمار. كما قام رئيس الوزراء بزيارة إلى مركز التحكيم والتشغيل الآلي للسكك الحديدية في برلين طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير السكك الحديدية في مصر. التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في المجالات المختلفة ورغبة الشركات الألمانية في الاستثمار في مصر والتوسع في مشروعاتها القائمة بها يعكس رؤية القيادة السياسية التي أدت إلى نجاح البرنامج الاقتصادي في مصر وتوفير المناخ الجيد للاستثمار وجهود الحكومة في إزالة المعوقات له. من العاصمة الألمانية برلين، أحمد أبو الحسن، التلفزيون المصري. بالتأكيد تنطوي المشاركة المصرية في المنتدى العربي الألماني بشتوتغارت على أهمية كبيرة من كثير من المنطلقات، وحنتعرف على المزيد بصحبة ضيفتي الدكتورة ميرفت الحسيني الخبيرة الاقتصادية. أهلا بحضرتك دكتورة. أهمية ودلالة المشاركة المصرية وأهمية عرض التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، فرص الاستثمار في مصر، تبادل الخبرات فيما يتعلق بأكثر من شق خاصة التحول الصناعي والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة، التعاطي بذكاء وبشكل عملي للفجوة الرقمية والتكنولوجية اللي تبقى دوما معنا عندما نتحدث عن تعاون بين جانب نامي وجانب متقدم. كثير الحقيقة من الملامح، لكن لنبدأ بأهمية ودلالة المشاركة المصرية في مثل هذا المنتدى. حضرتك بتشوفيها ازاي؟ خلينا الأول نتعرف على المنتدى. المنتدى دي دورة ال 22. المنتدى اللي بينظمه دايما وبينسقوه هي غرفة الصناعة والتجارة العربية الألمانية. نتكلم الأول على الغرفة. الغرفة من الغرف النشطة جدا المتخصصة جدا اللي بتهتم بتنمية العلاقات الصناعية والتجارية بين دول العالم العربي وبين ألمانيا.
ومن الغرف الجادة جدا القوية جدا اللي فعلا وجودها في مصر أدى لكتير من تطور العلاقات الصناعية والاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا. ليها دور مش في مصر بس، ليها دور في العالم العربي كله عشان نعرف مين الجهة المنظمة لده وبتعمل إيه. إذا مشاركة مصر مشاركة في ملتقى ومؤتمر جاد يفيد مصر. كويس إن إحنا مشاركين وإن إحنا مشاركين بوفد كويس. لكن السؤال المهم جدا، آفاق التعاون بين العرب والغرب، واحنا بنتكلم عن طرفين، مصر ممثل للعرب كدولة عربية واعدة، وألمانيا بالتأكيد وثيقها الغربي كبير جدا قد يزيد في الفترة اللي جاية على ضوء كتير من التطورات اللي بتشهدها منطقة الاتحاد الأوروبي والانسحاب البريطاني المزمع على سبيل المثال يعني من هذا التكتل. شوفي حضرتك، خلينا نتكلم نشوف استثمارات الألمانية، الاستثمارات سوري العربية في ألمانيا تقريبا قيمتها 100 مليار يورو الاستثمارات العربية في ألمانيا. طيب الاستثمارات دي 30% منها أو معنى أصح 35% منها دي استثمارات الكويت فقط في ألمانيا. أكبر استثمارات موجودة في ألمانيا هي الاستثمارات العربية. إذن الدول العربية هي شريك فاعل ومهم لألمانيا. الميزان التجاري بين ألمانيا وبين الدول العربية بيروح دايما لصالح ألمانيا مش لصالح الدول العربية. فالمفروض الفترة الجاية احنا بنركز لجذب استثمارات ألمانية لمصر. وانا شايفة ان خطوة في منتهى الذكاء ان احنا بنبعت وفد ثقيل رفيع المستوى للمنتقدة. رئيس الوزراء. رئيس الوزراء نازل يعمل جولة تسويقية للاستثمار في مصر. دي تعتبر خطوة جدا. وسبقنا قبل كده الكويت. الكويت انتبهت لده. لأن الكويت لقيت معظم الاستثمارات الألمانية هي استثمارات كويتية، فابتدت تروح تشتغل على ده برضو زينا، تشوف إيه الميزة التنافسية عندها، ابتدت تعمل برضو يعني أنا هبعد عن مصر شوية وهشوف الناس بتعمل إيه وإحنا بتهيألي ماشيين في نفس الاتجاه. ابتدت تجيب مشروعات تنموية، مشروعات تعليم، مشروعات تطوير، مشروعات تكنولوجيا معلومات. إحنا ابتدينا ده، بس برضو لازم نخلي بالنا من حاجة مهمة. الدول المتقدمة والدول اللي سبقتنا بكتير لما بتيجي تعمل شراكة مع مصر أو مع أي دولة عربية بتشوف فين الميزة بتاعتها. إحنا حالياً بقى عندنا ميزة اللي هي أفريقيا. في حاجة بتحصل في مصر مدروسة في الوقت الحالي أنا بتفرج عليها وبحللها. في حاجة بتحصل في منتهى الذكاء. إيه هي؟ رئيس الوزراء بتاعنا رايح يقابل شركات ويجذب استثمارات في مصر، استثمارات صناعية. في نفس الوقت رئيس الجمهورية بيركز على الدول الأفريقية وبيركز على تنمية العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا. ألمانيا عايزة مننا إيه؟ عايزة من السوق المصري بس؟ لا، عايزة من أفريقيا كلها. إذن إحنا زي ما أنا شايفة إحنا ماشيين في خطوات مدروسة، في ماستر بلان محطوطة وبتتنفذ وبتتنفذ صح. حضرتك عشان ألمانيا هل ممكن نغير في الفترة اللي جاية دكتور كتير من المعطيات اللي كانت حاكمة في الفترة اللي فاتت لأي تعاون بيحصل بين أفريقيا وبين الغرب، بما أننا بنتكلم عن نموذج غربي عن ألمانيا، إن هي القارة السمراء بتكون اليد السفلى لتتلقى الدعم بكل الامكانيات اللي عند افريقيا. وحضرتك لسه بتقولي دلوقتي ان المانيا بتبص لمصر ان هي فرصه ذهبيه ليها حتى تتقارب مع طبعاً. افريقيا طبعاً. وطبعا في حيثيه ودلاله مهمه جدا رئاسه مصر الحاليه للاتحاد الافريقي. بالظبط، دي بتدي مصر ثقل. افريقيا حضرتك مش بس سوق كبير وواعد لمنتجات اوروبا والمانيا، لا، فيها الثروات. حاليا الفتره الجايه فتره الثروات الطبيعية، الثروات الطبيعية موجودة في القارة الأفريقية السمراء. الطاقة البشرية، فرص التنمية. حضرتك الدول دي ما بقتش دول مشبعة بالتنمية، خلاص ما وصلتش لمرحلة التشبع دي، عشان كده بنسميها دول واعدة. الفرص الاستثمارية فيها أكبر، عشان كده لما الشركات بتيجي وبتمضي مذكرات تفاهم مع
مع مصر علشان تعمل سباق، سواء مصنع بوش لرئيس الوزراء مدى مذاكرة تفاهم معاه، أو مصنع مرسيدس إنه يجي يشتغل تاني. هم جايين أيضا رئيس الوزراء أثناء زيارته لألمانيا أحد أكبر مصانع الأدوات المنزلية في شتوتغارت. إحنا بنتكلم كمان عن 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني بيحضروا المنتدى ده. فرص عمل، يعني برضو البطالة الحقيقة من ضمن القضايا المؤرقة جدا يعني بالنسبة لمصر وبالنسبة لدول إفريقية كتيرة جدا. احنا بنتكلم هنا عن مكاسب اقتصادية واستثمارية مش عارف حضرتك بتقفي عندها ازاي من جراء مشاركة مصر. بصي حضرتك انا مش هقول مشاركة شباب كمان مش حضرتك معلش خلينا منطقيين. اتفضلي لا اتفضلي طبعا لا انا مش شايفة ان الاثر هيكون هايل في تشغيل جاد عاملة، لان مصنع للهاوس هولد ابلاينسز او الاجهزه المنزليه او كده اللي هو بوش لجي بوش دوت ديما صنع اولموست فول اوتوماتيك، دي مش هي دي اللي هتشغلي العماله اللي انا بحلم بيها، لكن دي فيها مزايا اخرى. يعني دي مش من المشروعات اللي هي كثيفه العماله، دي مشروعات بتعتمد على التكنولوجي البحث بدرجة فاهمة قصدك حضرتك. لا بس دي فيها مية، تعالي نبص للاستثمار في البشر. الاستثمار في البشر التدريب ما هي المصانع دي عشان تشتغل لازم عايزه ناس تشتغل عليها، اذا هيعمل لي تطوير للطاقه البشريه اللي هتشتغل مش الكم النوع. هيحول لي بعضهم لنوعيه كويسه يقدر يعمل لي ابجريدنج بعد كده. الكيف مش الكم. دي اول حاجه. حاجه ثانيه الصناعات الهندسيه او اللي هي الهاوس هولد ابلاينسز اللي بتنتجها بوش دي في مصر ما زالت في مصانع كتير جدا في مصر، بس ما زالت صناعات تجميعيه. ما هيش صناعه اللي هي صناعه فروم اي تو زد وفيها صناعات تكميليه وصناعات مغذيه، ما فيش ده. فكونها الشركه دي تيجي في مصر، وزي ما انا فهمت ان هي في العاشر من رمضان هيتعمل مجمع صناعي كبير، ده هياخد الصناعه دي، ودي صناعه مهمه جدا في مصر، هياخدها لمكان تاني افضل. ومنها لما مصر تصدر لافريقيا دي برضو من مصلحه مصر. هي دي المزايا اللي هناخدها. حديثا عن المكان الافضل يا دكتوره، ان يكون لمصر مكان افضل اصلا في مجال زي مجال صناعه السيارات، يعني من ضمن المحطات اللي كانت في هذه الجوله يعني افطار فعاليات هذا المنتدى، رئيس الوزراء زار مقر اكبر شركه لانتاج السيارات بشتوتغارت، وكانت فرصه لتجربه اول سياره تعمل بالكهرباء. بالزبط. ان مصر يكون ليها مساحه في هذه الصناعه، حضرتك بتشوفيها ازاي؟ طبعا هي انت ما بتجيش تصنعي السياره اللي بتصنع من 20 او 30 سنه، ولا انت بتبتدي حيث انتهى الاخرين. لما الشركه المفروض ما اقولش اسمها مش كده، لما الشركه دي تيجي في مصر وهي اوريدي كانت اوريدي موجوده في مصر بس كانت مجمده نشاطها، ولما ترجع تاني مصر بسياره بالكهرباء، لا ده انا فهمت حاجه كمان ان في منظومه النقل اللي هو اللي بيسموه النقل الذكي هتبتدي في مصر، وهتحل مشاكل من الانتقالات، وهتحل مشاكل من التحرك بين المدن النائيه والكلام ده. دي كلها حاجه كويسه جدا، حاجه كويسه جدا انك تنتجي وتصدري برضو. ما انت ما بتفكريش بس في احتياجات ال 110 مليون، لا انت بتفكري ازاي هتنتجي وتصدري. لما الناس دي تبتدي بعد ما راحت الصين وعملت مصانعها وراحت كده جايه مصر تعمل مصانعها، دي طبعا مؤشر هايل ومؤشر على الاستقرار، ومؤشر ان في استقرار اقتصادي، ومؤشر ان هم مش خايفين على استثماراتهم في مصر. ازاي نستثمر وننتهز فرصه هذه الرسائل الايجابيه لخدمه، يعني طبعا اكيد القاره الافريقيه ومنها مصر طبعا بالدور الرائد اللي بتلعبه، وان ده كمان ينعكس ايجابا على العلاقات الثنائيه اللي بين مصر والمانيا. الافاق الارحب للعلاقات دي حضرتك بتشوفيها ازاي بالنسبه لواقع الاستثمارات والتبادل التجاري وغيرها من الملامح الاقتصاديه اللي بتربط بين البلدين؟ اوكي، انا شايفه ان احنا عندنا مجموعه مزايا ظهرت في اخر سنتين، وبالتالي المانيا بتبتدي تدور ازاي تستفيد من التطورات اللي حصلت في مصر. الاستقرار الاقتصادي اللي حصل عندنا بيحاولوا يستفيدوا منه. كنا بنتكلم عن واقع الاقتصاد الألماني حاليا والواقع اللي مصر بتعيشه والإصلاحات الاقتصادية، وإزاي ممكن تكون الفترة دي أفضل من أي وقت مضى إن ندفع قدوة بالعلاقات المصرية الألمانية، وإيه المجالات المرشحة بقوة من وجهة نظر حضرتك دكتورة؟ التعليم. نستفيد في التعليم والتدريب ونقل تكنولوجيا المعلومات.
ونقل اولا المانيا احنا عارفين ان من اكبر جامعات المانيا في مجال الهندسه، نبتدي نستفيد منها ونبتدي نعمل تطوير للشباب بتاعنا ونبتدي نستفيد من التجربه التعليميه. يعني حديث الارقام بعض الشيء، يعني اسمح لي حضرتك ان انا اختم بقيمه التبادل التجاري بين الجانبين تجاوزت 48 مليار يورو العام الماضي. يعني لو هناخد الرقم ده بين، احنا بنتكلم على العربي كله. صح، ولو في ارقام تانية يا ريت كمان. لا هو فعلا هو الحجم الاستثمارات. بصي، هي مش المهم الرقم كام، رقم التبادل التجاري المهم هو رايح لصالح مين. رقم التبادل التجاري بين كل الدول العربية وبين مصر وبين سوريا ألمانيا هو 50 مليار يورو. حجم الاستثمارات العربية في ألمانيا هو 100 مليار يورو. بس لو تكلمنا عن ميزان التبادل التجاري، فميزان التبادل التجاري هو لصالح ألمانيا. المفروض الفترة دي سواء الدول العربية أو مصر بتحاول تجتذب استثمارات ألمانية لمصر، فبالتالي هيبقى في منتج مصري، فبالتالي هيعاد تصدير المنتج دوت، فبالتالي هيحسن ميزان التبادل التجاري لصالح مصر. ايه اللي المانيا ممكن تستفيده من مصر، وفي المقابل ايه اللي الجانب المصري ممكن يجنيه من الجانب الالماني؟ المانيا تستفيد من مصر ان هي تقدر تعمل الصناعات بتاعتها في دولة تقدر تصدر منها للقارة الأفريقية بالكامل، وهو ده اللي ألمانيا حاطة عينيها عليه في الوقت الحالي. أوكي، سوق كبير جدا، سوق واعد جدا، ظروف استثمار وظروف تشغيل وظروف تصنيع هايلة. عشان كده غرفة الصناعة والتجارة الألمانية في المؤتمر ده بتضغط بشكل قوي، ومعظم المستثمرين 600 مستثمر اللي هم موجودين، اللي هم رجال صناعه وسياحه وتجاره في المؤتمر ده، والمانيا بتحاول تساعد مصر في الترويج للاستثمارات في مصر، ان من مصلحه المانيا الاستثمار في مصر في الوقت الحالي. اقتصاديا واستثماريا يعني يبقى الحلم ان دايما يكون في رسائل ايجابيه ان مصر بيئه اكثر جاذبيه للاستثمارات عن اي وقت تاني مضى. في راي حضرتك دكتوره ميرفت، استاذ ميرفت، ايه اللي حققه الاقتصاد المصري في الفتره اللي فاتت وهو السبب في تغير الرؤى بشكل ايجابي؟ ولسه ايه الملامح اللي ممكن تكون غائبه بعض الشيء؟ حضرتك استقرار العمله لفتره طويله ده اول مؤشر. ده بيقول لك ان في اقتصاد مستقر. العمله المتذبذبه دي مؤشر مرعب، والحمد لله احنا عدينا دوت، واحنا عندنا عمله مستقره لفتره طويله، وبالعكس هي بتتعافى وكل شويه بتبقى افضل. فدي اول مؤشر. تاني مؤشر القانون الاستثمار وحوافز الاستثمار ابتدى يفعل وابتدى يبان ليه معالم. اوكي، تالت حاجه الإدارة الإلكترونية للبلد وحركة العملات وحركة الناقد الأجنبي، دي برضو رسائل طمأنة بتخلي الشركات الأجنبية الكبيرة بتقدر أنها تقدم على الاستثمار في مصر. توازنات القوى سواء السياسية والاقتصادية يعني بالأحرى اختلفت بشكل جذري وهتختلف يمكن أكتر في الفترة الجاية، والكل دلوقتي بيبحث عن شركاء غير تقليديين، ويمكن اللي خلى كمان في توجه أكبر والكل بيبحث بخطى أوسع في الفترة الجاية عن هذه الشركات غير التقليدية، نظر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وغيرها يمكن من الملامح، يمكن حضرتك أقدر منها أنك تحلليها. إيه اللي المفروض نتحلى به في هذه المرحلة؟ الحيادية والصبر، وندرس كويس قوي احنا مصلحتنا فين، الانفتاح في العلاقات، ندرس مصالحنا فين ومصالح شعبنا فين ومصالح ولادنا فين ومستقبلهم رايح لفين. اكتر من كده مفيش. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتوره ميرفت الحسيني الخبير الاقتصاديه، شرفتينا يا شكرا. مشاهدينا الكرام، بهذا اللقاء كان تتويج للقائنا معكم النهارده في القاهره، لقاءات متجدده يوميه مع حضراتكم على شاشه قناه النيل للاخبار. بعد قليل حنتابع زميل عاصم ابو الغار وجوله صحفيه جديده. حتى نلتقي اترككم في رعايه الله.